السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم راح ندلكم فيه انواع الحلويات والمملحات اللي خدمناهم في خطوبه اختي، يعني تحت طلب نتاعكم انتم اللي حبيتوا تدوا افكار من الانواع اللي خدمناهم. فقط هنا البنات يعني ماشي الوصفه بالتفصيل راح تصيبوها ولا المقادير المضبوطه، الفيديو هذا راح تصيبوا فيه يعني روتيني وتصيبوا فيه مقتطفات فقط من الحلويات والمملحات. لكن اذا حبيتوا الوصفه بالتفصيل وبمقادير مضبوطه روحوا لصندوق الوصف، راح نخلي لكم الفيديوهات كامل تاع الحلويات على خاطر تقريبا كامل راني دارتهم معاكم في القناه. المهم البنات تبعوا معايا الفيديو وان شاء الله يعجبكم. نبداو بسم الله. واول نوع بدينا به هو الكعكعات، يعني على بالكم كعكعات لازم يتحضروا هما الاولين، لازم يتحضروا ويبردوا من بعد نديروا لهم الطليه، على هذيك بدينا بهم هما الاولين. صراحه يعني بدينا شويه روطار في الحلوى، كما سبق وقلت لكم كانت عندي شويه خدمه، كانوا عندي طلبيات، لكن معليش تعاوننا انا واختي وحضرناهم يعني في الوقت سواسوا. المهم هنايا راني درت الفارينه مع السمن، من بعد زدت عليهم المزهر، من بعد وزننا العجين هذا وزنته هنا 33 غرام وخليتهم بجيه. من بعد رحت نسخن في اللوز كما راكم تشوفوا وقسمته على كل نوع. هنايا وزنت 350 غرام للكعكعات، وهنايا 600 غرام راح نديروا هذوك فاكهه. هنا كما راكم تشوفوا راح نخلط الحشوه تاع الكعكعات وسقمتهم، يعني سقمت الكعكعات وطيبتهم، من بعد خليتهم بردوا وطليتهم. هذو كامل امور يعني مش راح نديرهم معاكم، قلت لكم راح تصيبوا الفيديو يعني بالتفصيل في صندوق الوصف. وبالمناسبه البنات يعني درنا الحلويات كامل، درنا 30 حبه يعني تقريبا كامل من غير مقروط اللوز اللي درته، يعني قطع لي الكميه اللي راح نمدها لكم، قطعت لي 20 حبه. دوك تشوفوها معايا هاي ليك، هنايا عندي 550 غرام لوز بالضبط. هذه ال 550 غرام درتها في هذه المشيربه، درتها 3 كيلات. راح ندير معاها كيله ناقصه اصبع سكر عادي، نحطها مع اللوز، من بعد نعاود نرحيها في الروبو باش هذاك السكر يعني يزيد يترحم مليح. من بعد نضيف عليها مبشور الليمون، من الاحسن يكون الليمون الاصفر، ونضيف معها ايضا لافاني، ملعقه كبيره لافاني. نزيد هنايا المزهر، درت زوج مغارف كبار مزهر، ونزيد ملعقه ونصف عسل يعني العسل تاع المحلات عادي، ونزيدو ملعقه ولا نص ملعقه كبيره زبده. نخلط كلش مع بعض كما راكم تشوفوا هكذا. من بعد نبدا نضيف في البيض تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. انا غلبتها بابي فيلم وخليتها باتت ليله كامله. هنا راني نوريكم في الكعكعات، ها مليك الشكل نتاعهم، يعني هذو الكعكعات ديجا درتهم معاكم من قبل، خدمت الورود هذوما من قبل، خليتهم نشفو زينت بهم، هذو هما الشكل نتاعهم، نخليهم ينشفو. قلت لكم درت مقادير تاع 30 حبه. الان البنات راح ندير حلوه الفاكهه، هنايا ايضا راح ندير مقادير تاع 30 حبه. عندي 600 غرام لوز مطحون، درت معها سكر كلاسي، عاودت خلطتهم وخلطتهم في الروبو باش يترحوا لي مليح. وهنا راني نوريكم في المقروط، يعني هذا ماشي نفس اليوم، هذا غدوه من ذاك طيبت مع الصباح مقروط اللوز بعد ما باتت العجينه ليله كامله، ومن بعد تشوفوا النتيجه تاعو، يعني يجي معسل طري بزاف هايل. هاوليك هنا نوريكم كيفاش يطيب، لازم يطيب بيض ما تحرقوهش، مش راح يدي لكم بزاف وقت في الطياب. هنايا البنات عاودت وليت الحلوه الفاكهه، راح نخلط الحشوه. هنا كما راكم تشوفوا جينواز كنت طيبتها ورحيتها، راح ندير عليها كريمه الزبده، نخلط كلش مع بعض. انا درت هنايا ذوق الفانيلا، نخلط كلش مع بعض، من بعد نوزنهم كريات ونحطهم في المجمد، لازم يشدوا روحهم في المجمد باش تسهل علينا الخدمة. عاودت وليت للوز اللي كنت رحيته غبره، كما راكم تشوفوا هنا قلت لكم 600 غرام لوز، درت عليها لافاني، درت عليها 30 غرام زبده ذايبه، ودرت عليها مغرف كبيره جلوكوز.
من بعد نلم العجينه تاعي بالشربت. الشربت هنايا راني دايره ربع ريتلاما، درت معاها مغرف سكر خليتهم غلاو، من بعد طفيت عليهم. هنا كما راكم تشوفوا راني نلم فيها بهذيك الشربت. الشربت البنات لازم تكون بارده، ما تكونش سخونه. هاي ليك العجينه اللي تحصلت عليها، ما تكونش جاريه وما تكونش ناشفه. هنايا بديت نشكل في الفاكهه. اول حاجه بديت بها هي الخوخ، لازم نبدا به باش لونه وينشف لي مع الفاكهه الاخرى. طريقه التشكيل هاي ليك امامكم، هكذا نشكل الحبه تاع الخوخ. درت ايضا المندرين، درت البعويده، ودرت التفاح. هذو هما الفاكهه كامل اللي درتهم. وقلت لكم الحشوه لازم ديروها في المجمد باش تسهل عليكم الخدمه هكذا. المقادير هذه راح تقطع لي حوالي 30 حبه. نكمل كامل الفاكهه ونلون الخوخ والبعويده، من بعد نروح نكمل الحاجات الاخرى اللي بقات لي. وهنايا راح نحضروا القطايف في مول المهرز. البنات كما لاحظتوا يعني ما درناش حاجه معسله من غير القطايف اللي راح نقدموهم مع لاتاي. راح نحضروا ايضا الجوزيه مع لاتاي، هذو النوعين اللي راح نقدموهم في الاخير كامل. يعني ما درنا بقلاوه، ما درنا والو، درنا من غير القطايف حاجه معسله. هنا عندي 500 غرام قطايف، راني نحل فيهم بهذا الشكل، يعني نحلهم كامل، نحي لهم هذوك العقد، ندير عليهم لافاني، من بعد نرشهم بالمزهر ونزيد كميه تاع الزبده. هنايا هذه 500 غرام قطعت لي حوالي 25 وحده، يعني في المول تاع المهرز. على بها زدت كميه اخرى من القطايف باش نتحصل على 30 حبه. بالنسبه للحشوه هنايا درت كاوكاو، لكن عطرته بعطر الجوز، يجي بزاف هايل، يعني يروح له كامل الرائحه تاع الكاوكاو ويجي البنه تاعو بزاف هايله. المهم شكلتهم وطيبتهم وعسلتهم بالعسل العادي تاع المحلات، فقط درت له المزهر. هنايا بديت نشكل في القطايف، درت حوالي ملعقه واحده من الحشوه. الحشوه قلت لكم درت 3 كيلات كاوكاو مع كيلة ناقصه اصبع سكر عادي، درت معاها لافاني مبشور الليمون الاصفر، درت معاها عطر الجوز يمدلو نكهه بزاف هايله، ولميتها بالمزهر. هاوليك الشكل نتاعهم. دوك نكمل كامل الكميه ونطيبهم على 180 درجه، كي نشوف الجوانب بداو ماشي يحمروا، يعني يبداو يصفروا فقط، ثم طفيو لهم التحت وكملوا لهم، شعلوا لهم الفوق، يعني ياخذوا تحميره خفيفه، ونحيوهم وعسلوهم مباشره بالعسل تاع المحلات. درت له شويه مزهر. هنا فقط قبل ما تدخلوهم للفرن اكيد ديروا لهم زبده. هنا درت حوالي ملعقه كبيره في كل وحده، يعني في كل مول، وكملت طيبتهم. وهنا راني نوريكم في مقروط اللوز بعد ما سكرته بالسكر كلاسي، وهاوليك الشكل نتاعو، يعني درت له لي نابخو في اللون الاحمر. راح نقسم معاكم حبه باش تشوفوه كيفاش يجي، يعني يجي ما شاء الله. راح نخلي لكم الفيديو بالتفصيل. هنا فقط درتو يعني مقادير قليله، قلت لكم 550 غرام لوز قطع لي بالضبط 20 حبه. المهم راح نخلي لكم قلت لكم يعني مقادير مضبوطه وبالتفصيل. بالتفصيل راح تشوفوا التعليقات، يعني بزاف بنات جربوه وعجبتهم النتيجه. كما راكم تشوفوا يجي معسل ويجي طري وناجح نجح 100%.
هنايا رحت نحضر حلوة الإسكيمو، كنت حضرت يعني الجينواز على جيه، يعني كي خدمت تاع الفاكهة حلوة الفاكهة خدمت أيضا هذه الحلوة، درت عليها حوالي كاس مكسرات، كنت مخلطة بين الجوز والبيستاش واللوز، درت عليها عطر الفراولة ولميتها بالكريمة الزبدة. وهنايا رانا نحضرو، يعني ما كانش عندي الوقت باش نصور كلش، رانا متعاونين هنايا انا واختي، رانا نحضرو فيها. هي شوية تشد اليد لخاطر فيها التزيين، يرفد بزاف الوقت. استعملنا هذه الحاشية الحمراء، كنا نلصقو فيها بالبيستولي، هذا هو الشكل نتاعهم، ودوك تشوفوهم كيفاش يكونوا في الاخير. وهنا البنات راني نحضر في التمر المحشي، راني دايرته معاكم لكن غيرت فيه شوية، درت له الشوكولا من الفوق. هذا ما صورتوش معاكم للأسف، ما كانش عندي الوقت كما قلت لكم، لكن إن شاء الله راح ندير لكم فيديو وحده، على خاطر قلت لكم درت فيه تغييرات والنتيجة كانت بزاف بزاف هايلة، يبقى طري ويبقى بزاف بنين. هنا نوريكم في الكيسات اللي راني نستعمل فيهم، هادو ما اللي جو على حساب الحبة تاع التمر، وهذا هو التزيين تاعهم. شوفوا كيفاش يكون، وهذا هو الشكل تاعهم النهائي. هادو ما قدمناهم مع الماء في الاول كامل. هذا هو الشكل تاعهم، قلت لكم يتقدموا مع الماء. وهنا البنات مع الصباح، يعني يوم الخطوبة، كنت يعني كملت المملحات، من بعد رحت لدارنا. كما راكم تشوفوا العجينة هذيك اللي راهي اللي درتها تخمر، يعني العجينة تاع ميني شاورما. وهنا راني نحضر في الكورني بعجينة المورقة، وراح نحضر ايضا ميني برجر. هذو ثلاث مملحات راح نحضرهم، لكن راح ندير كمية قليلة، يعني نخلط منهم، حبينا نديرو هكذا ميلونج، لكن كميات تكون قليلة. هنايا بعد ما دهنت لي كورني راح نطيبهم في الفرن. العجينة المورقة حضرتها من قبل، ما من الحشوات تاع مثلا الحشوة تاع ميني برجر كنت حضرتها من قبل وقليتها، وايضا الحشوة تاع لي كورني حضرتها من قبل بكريمة الجبن، هذو كامل حضرتهم ليلة من قبل. هنا مع الصباح شوفوا واش راني نحضر. هنا راني نقول لكم باللي كي تكونوا وحدكم مثلا لازم عليكم يعني تكونوا حيليين. العجينة تاع الميني شاورما بعد ما شفتها خلاص راهي راح تخمر، قبل ما نروح نديرها قطع ونحلها وكامل، رحت حضرت العجينة تاع ميني برجر. علاش البنات؟ باش ما يغلبونيش يعني ما تغلبنيش العجينه وما يخمروليش في زوج كيف كيف، كي تكونوا يعني وحده تخدم وحدها. المهم البنات هنايا راح نحضر العجينه تاع ميني برجر، نخليها تخمر ونروح مباشره للعجينه تاع ميني شاورما. هنايا هاي ليك العجينه، تكون عجينه تتلاصق في اليد، تكون عجينه طريه. خليتها تخمر ورحت مباشرة للعجينة تاع ميني شاورما، راح نقطعها قطع صغيرة. العبار اللي راني دايرته معاكم في القناة يقطع لكم حوالي 28 وحدة، هكذا تكون الحجم تاعهم صغير. حليتها بالحلال، من بعد حطيتهم يعني حليتهم كامل وحطيتهم فوق البوتاجي يكون فيه الفارينة باش ما تلصق لكمش الخبزة نتاعكم. خليتهم ريحوا حوالي 5 دقائق. هنا راني نوري لكم واش راني محضرة، شوفوا لي كورني راهم طايبين، وعجينة تاع ميني برجر راهي تخمر. وهنايا رحت نطيب في الخبزات تاع ميني شاورما، هنا درت زوج مقلات باش يطيبوا لي بالخف، هكذا نطيبهم. هذه الوصفة أيضا بزاف بنات داروها وعجبتهم النتيجة، وشاركوني صور تاع الوصفات اللي داروهم.
شوفوا الخبز يجي بزاف هايل، يجي منفوخ وفارغ من الداخل هكذا. نكملهم كامل ونحطهم في كيس باش ما تيبسش، ما يبسش الخبز تاعي. شوفوا كيفاش يجوا منفوخين، يعني هذا الخبز ناجح 100%. وانا راني نوري لكم باللي لازم ديروهم في كيس بلاستيكي. وهنا البنات راح ندير معكم الجوزية. هنا صراحة يعني عبر درته في الليل، وكما كفانيش الوقت راح نزيد عبر مع صباح، يعني العبر قطع لي 15 وحدة، وانا قلت لكم راني ندير في مقادير تاع 30 وحدة. كما شفتوني درت الحسيلة فوق النار وراني نضرب في بياض البيض، لازم تضربوهم مليح مليح. من بعد عاودت وليت هذيك الحسيلة حتى توصل لدرجة 117 درجة، درت عليها الحسيلة تاع المحلات، يعني هذيك الكمية تاع نص كاس. من بعد درتهم فوق بياض البيض وبقيت نخلط حتى نتحصلوا على خليط يكون القوام تاعو بهذا الشكل. لازم تستناو حتى يبرد لكم هذا الخليط، وتشوفوا باللي يعني يتكاثف، وبالسيف لا تفوتوا هذاك الباتور، يعني يولي ثقيل. هنايا تحبسوا وشوفوا باش تعرفوا باللي راهي نجحت لكم الوصفه. كي تقلبوا الطبسي وتبقاو يعني تخبطوا فيها ما تطيح ما والو، تبقى على حالها، ثم تعرفوا باللي الوصفه راهي نجحت لكم. هنا راح ندير في هذو الاكواب جوتابل بهذا الشكل. درت كميه من الجوز من تحتها، درت كميه من الجوزيه، وزدت في الوسط كميه من الجوز، وفي الاخر كما راكم تشوفوا راح نكملهم كامل بهذه الطريقه. قلت لكم العبر اللي راني دايرته معاكم في الفيديو، وراح تصيبوا يعني رابط الفيديو هذاك في صندوق الوصف. قطع لي 15 انكاس هكذا، يعني انا درت زوج عبر، عبر درته في الليل وعبر درته مع الصباح. هكذا نغلقهم كامل هذوك الاكواب ونديرهم في الثلاجه نخليهم يبردوا. هنا رحت نكمل في المملحات، هذه الحشوة تاع الدجاج يعني تاع ميني شاورما، كنت حرجته في الليل، يعني حرجناه في الليل، راني نطيب فيه فقط هنايا. كملت المملحات صراحة يعني ما صورت لكمش على خاطر الوقت ما كفانيش. المهم راح تشوفوا في الفيديو القادم الشكل تاعهم كيفاش يجوا. هنا وريت لكم فقط الشكل النهائي تاع الحلوى. هاوليك الحلوى كامل اللي درناها، درنا حلوة الإسكيمو، مقرط اللوز، حلوة الفاكية، الكعكعات هذوما، ومام صابلي دوك تشوفوه صابلي الخاتم دارتو اختي، ومع لاتاي درنا الجوزية، ودرنا ايضا القطايف. هذو هما الانواع اللي درناهم، ممكن يعني تدو افكار منهم، وكل واحد ومقدوره. صراحة هذا الفيديو درتو باش تدو افكار منه، على خاطر كاين بزاف ناس تتلف لها كيكونوا عندها مناسبات خاصة كيما الخطوبة مثلا، يعني درته لكم باش تدو افكار منه هذا مكان. المهم راكم تشوفوا في الانواع اللي درناهم، كيما قلت لكم تقريبا كامل راني دارتها معاكم في القناة. هذا هو الصابلي اللي دارته اختي، صابلي الخاتم، وهذا تمر المحشي قدمناه مع الماء، وقلت لكم على تاي قدمنا القطايف في مول المهرز مع الجوزية. الجوزية راني محتفظة بها في الثلاجة وتقعد يعني مدة، انا قعدت ربع ايام، راح نوريها لكم في الفيديو القادم ان شاء الله، يعني ربع ايام وبقات على حالها. كاين بزاف بنات يعني يحبوا يحضروها من قبل وما على بالهم شحال المدة اللي يقدروا يخدموها، انا المهم قلت لكم ربع ايام وبقات على حالها، وراح تشوفوها في الفيديو القادم ان شاء الله. المهم كما قلت لكم هذو هما الحلويات اللي قدمناهم، ان شاء الله يكونوا عجبوكم، وان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو وديتوا منه افكار. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.